فرح شريف عامله لنا النهارده مفاجاه كبيره وعظيمه جدا، اول مره تحصل في هي وبس اصلا في الست مواسم. انت منوره النهارده يا فروح. شكرا. البراند بتاعنا اسمه رو. رو سبلت كده بقى ار او او ار او. ليه رو؟ عشان جايه من كانجرو، الحيوان الكانجرو انه بيحضن الاولاد، بيميك ذم فيل سيف وكده، فده نفس الكونسبت بيهايند ورا الفكر. عندك فكر امان كده. يعني اللبس البيبي يعني اكتر حاجه بتبقى لمسه البيبي، ف من هنا جت الفكره. والله فكر. انا قعدت اقول لهم ليرو. ليه؟ ليرو. طيب فرح عندها براند لملابس الاطفال من سن كام لسن كام يا فروح؟ من زيرو لسبع سنين. طيب احنا طبعا معانا في الخلفيه في مامي بابي مش عارفه ايه، لان احنا دلوقتي هنشوف حاجه. انتوا ممكن بقى يا جماعه تبتدوا تدخلوهم عادي. ومعانا ست اسايم هندخل دلوقتي حالا التليفونات، ست اسايم من رو. كل ام بتدي الاسيمه الفرح وبتاخد بدلها قطعه لبنتها او ابنها. ده براند للولاد وبنات. يوني سكس، كل حاجه تنفع كده وتنفع كده. بمعنى يعني مفيش حاجات بناتي وحاجات ولادي، كل حاجه تنفع الاثنين. والله. يا بنتي مش بتعملي، مش عامله لاين للولاد ولاين بطل الاولاني معانا دلوقتي يا جماعه فروح. يا حضرتك طبعا منورنا يا فندم، بس هو البطل هي اللي داخله علينا دي، اصغر عارضه ازياء معانا في برنامج هي وبس. عندها كام سنه؟ يا روح قلبي يا روح قلبي انا ناسو يا خلود يا الحجم. ده سيفي بقى طبعا. سيفي ده عامله منه الوان ولا ده بس؟ في لونين، ده ولون ايفري سكري. لا لا مش طبيعيه يا جماعه مش طبيعيه. وعاملين من لون ايه تاني؟ اوف وايت. اوف وايت سكري. سكري زي الباس كده يعني. اوكي ايفري سن فيل اكتر. ده من كام لكام؟ ده من سنه من زيرو لثلاث سنين. لثلاث سنين. حلوه حلاوه. وده ينفع ولاد وبنات؟ ها ينفع ولاد وبنات. هو يا خرابي انت السن الوحيد اللي بيرجعنا يعني، او مش بيخلينا. انت طبعا بكره لما تكبري هتتفرجي على المقابله دي وهتقولي بصي انا اللي كنت ايه، بصي بتبصي ازاي يا حياه قلب مامي. شكرا يا فندم. وده ينفع ولاد وبنات. عامله منهم نص كم؟ في نص كم فانيلات اللي بتتلبس تحت السالوبات. انت عامله كمان في فانيلات. حاجات كتير. عامله ايه قولي لي كده كلميني عنهم. اوكي فانيلات، سالوبتات، ودول اسمهم رامبرز. اوكي والجديد بقى من 2 ل 7 اللي هيخشوا الاولاد الاكبر شويه لابسينه اسمه اثليجر وير، يعني ما لقيتش بالعربي دي. طيب. بس اللي هو لبس اللي هو ينفع لاونج وير ورياضه وخروج وبيت، كل ينفع كل حاجه. اهم داخلين علينا اهم. تعال تعال يا حياتي يا ورونا كده. حطوا التليفونات يا شباب يلا زي ما علمناكم بقى. ايوه هم عارفين يعني. ده في منه الوان ايه يا فرح؟ ده في منه البيج والاورنج وباودر بلو ازرق وموف غامق. خطار. من سن كام لكام؟ من سنتين لسبعه. طب وبعد سبعه مش ما احنا اصلا لسه ناطين، احنا بقالنا ثلاث سنين سنتين. تعالوا هاتوا بوسه. تعالوا خلاص جيف مي كيس. تعالوا تعالوا تعالوا. انت هتيجي تديني بوسه؟ تعالى هات بوسه هات بوسه. لا انت اللي دلوقتي. طيب ما انا هعلم لك هنا روج. هعلم لك روج. انت عايز روج؟ انت اسمك ايه؟ مال يا روح قلبي. انت القمر بتاعنا. انت اسمك ايه؟ اسمي كندي. اسمك كندي؟ عندك كام سنه؟ ثلاثة. انت ايش عرفك؟ ده ظبط بره كده كده يا كنزي كده اهو. بصوا الحلاوه، بصوا حلاوتها شكلها عامل ازاي. ثانك يو. شكرا. اتفضل. طولي حد يتكلم معاكي ما تقوليش لحد على اسمك ولا سنك. تضحك يا لولا. خلاص انتوا يو كان جو. ثانك يو. شكرا شكرا. ايوه يا رضوى. ايوه يا لولا. ايوه رضا انا كنت عايزه اكلمك بخصوص حاجه معينه. انا كنت عايزه اشترك لماما في موضوع القياطه بس امبارح ما لحقتش للاسف يا لولا. بقى احنا فتحنا
الباب على باب التقديم على الفيسبوك، فانا النهارده ما اقدرش اخد التليفونات بتاعه امبارح. يا لولا. الو، ايوه انا معاكي يا رو. طيب انت عايزه هديه من رو؟ ايوه. طيب عندي اخويا عنده 5 سنين. 5 سنين مكسوب. مكسوب ايه؟ مبروك علينا يا لولا، كسبنا اول هديه من رو. خليكي معايا خد بالك في الكنترول. لا لا لا، انا مش قادره اصدق. انا مش قادره اصدق. ايه الحلاوه دي؟ حاجة باباهم. ها اسمها ايه؟ ملك. يا روح قلبي. ده اللي انت كنت لسه بتقولي عليه. لا، اختها كانت لابساه بس اللون التاني. قولي بقى تاني الاعمار كده، من كام لكام؟ ده من 0 لسنتين 3 سنين. اوكي. وده بيتفتح طبعا من تحت عشان البامبرز. من تحت ومن فوق. من تحت ومن فوق. برافو. يا نادين. خطير خطير. نادين. ايوه يا نادين. هما توأم. ازيك يا نونو؟ الو. ايوه يا نونو، انا بحبك قوي. انا بحبك اكتر يا نونو. لا لا يا حياه قلبي مامي، ما تعيط. نونو احنا انت عايزه عزيمه من روح؟ من روح. ايوه. طيب مبروك علينا يا نونو، خليكي ما ياخدوا بيتك في الكنترول. لا والله دي عايزه تغير ولا عايزه تاكل ولا عايزه ايه؟ بس 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 لا والله خلاص خلاص ما تعيطيش، انا عايزه ربنا يخليها لك. خطيره القماشه دي. ايه؟ دي اسمها بيكي. اسمها ايه؟ بيكي، بس هو كله قطن مصري عضوي، ما فيهوش كيميكلز، ما فيهوش لا في الزراعه ولا في التصنيع ولا حاجه خالص على الجسم. بس هي بتفرق في الغزل بتاع القماش، هي عشان يبقى شكله كده. انت جات لك منين فكره ان انت تعملي براند او خط ازياء للاطفال؟ انه الحاجات المصريه الجوده بتاعتها حلوه قوي. حلو. بس ستايلها مش حلو قوي. والحاجات اللي مش مصريه غاليه قوي، وحاجاتها يعني حلوه بس اغلى من العادي. ان هم اصلا في الاخر كل الحاجات اللي بتاعت اللي بتيجي تبيع في مصر بالغالي قوي، هي متصنعه في مصر اصلا. اوكي. اهلا 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 بمامي والبنوته الحلوه يا سهير. ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا سهير؟ الحمد لله. انا مش مصدقه ان انت رديتي عليا. اولا اللون اللي عليك ده هو اللي تحفه. يا روح قلبي نورتي يا حبيبتي، نورتي الدنيا يا سوسو. ميرسي يا روح قلبي. ربنا. شفنا يا سوسو الحاجات بتاعت رو؟ انا عايزه اتفهم اللي عندي. انا مش سامعه يا سوسو، بتقولي ايه؟ الو، انا سامعاكي يا روحي، بتقولي ايه؟ انا عايزه طقم من الهدايا كده. يلا احنا كسبنا قسيمه اصلا من روح، هتديها هتدي الفرح القسيمه، تاخدي هديتك على طول. ربنا يخليك. مبروك عليكي يا روحي، خليكي معايا بيتك في الكنترول. ده خطيره فرح. ده ايه بقى يا حبيبي؟ ما ده هو اللي كانوا لابسينه التانيين، بس ما قيس التاني. طب الاكبر. خطير. عايزه تيجي؟ عايزه تيجي؟ طب ممكن نلف للكاميرا؟ ممكن نلف مامي تلف للكاميرا؟ اسمها ايه؟ هنا. يا روح قلبي يا هنوشة. ده في منه الوان ايه؟ ده والاوف وايت برضه. هما هو ده نفس الموديل. ليه مش عاملين الوان كتير؟ يعني مش عاملين ازرق. في من الكولكشنز اللي فاتت. في زيتي واسود وبيج وبينك غامق. الالوان كلها الوان ارضيه، مش مفيش فرقعه. مفيش فرقعه. وانت بتصممي دماغك بتميل اكتر اللي انا بصمم لبنت ولا الولد؟ للاثنين. للاثنين. ما انا كشخص مش أوكي. بحب قوي اللي هو البينك في البنات والازرق في الولاد وكده. وبعدين في موضه جديده طالعه انه الاطفال الصغيرين بيلبسوا الوان الكبار بتلبسها. في كل حاجه. اميره. يا اميره انا بحبك قوي على فكره. وانا بحبك قوي قوي على فكره. انا متابعاك من زمان والله يا روحي. ده انا اتشرف. اول مره اوصل لك على الخط يا فين، مش عارفه، بس انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي يا حبيبه قلبي. وهي اميره احنا عندنا اولاد؟ تركتين. يا روح قلبي، ولد ولا بنت؟ ولد. ربنا يخليهولك. احنا كسبنا ربع قسيمه من رو، خليكي معايا. معلش انا رنا عايزه اتكلم معاكي، انا عايزاكي ضروري. طيب انت سبتي تليفونك في الكنترول؟ ايوه سبته، بس بالله عليكي اتكلميني. حاضر حاضر، هكلمك بعد الحلقه يا امير. حاضر. خدتوها تاني عشان تاخدوا. طيب اوكي. خطار. ايه ده بقى، كلميني كده؟ ما دول زي الاثنين اللي طلعوا بيهم الاول، بس اللونين الفاضلين حلوين. حلاوه.
انت ماسكه ايده ليه؟ انت ماسكه ايده ليه؟ في قصه حب ماسكه إيه دي قصه حب ايه بتنشا من الصغر؟ بص هو اللي ساب ايديها. انت يا بنتي سيبي ايده يا بنتي، ماسكه ايده ليه؟ ينفع كده نمسك ايديه احنا؟ انت تعرفي؟ تعرفي؟ ما تعرفيهوش، ما تمسكيش ايده، ما تمسكوش ايده لحد ما تعرفوش. لف للكاميرا بصي نمبر 3 اهو، لف تيرن تيرن تيرن. يس ثانك يو. كنت بتقولي انه طالعه موضه دلوقتي انه الاطفال ما بقاش لبسه مفرقعه قوي كده، بقت ايرث كولرز اكتر، انه الوان اهدى مش مفرقعه. بس الشتاء اللي فات كان في لبس الوان مفرقعه، وكان في تراتر وفوشيا وبتاع. لا لا لا, 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 لا الصيف ده لا لو ولا صيف، احنا عمرنا ما عملنا الوان مفرقعه يعني، بنعمل الوان هاديه. معايا كتير يا فرح. ناخد وفاء يا فوفا. ليه 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 معانا مين؟ امال في مشكله في التليفونات ولا ايه؟ كمان بالمره اليوم يا حياه قلبي. كلميني كده اتفضلي. دي فانيلات اللي تحت السلوفان تحت، الفانيلات اللي تحت الهدوم. ده بالبافيتا بتاعتها. يا حياه قلبي يا جماعه. لا لا احنا عاملين كمان اللي بتاعت التتينه، بنعمل اللي هي فيها خشب دي. دي بتاعتك؟ وهنا اللي كانت ماسكاها كمان الشخشيخه احنا اللي عاملينها. انت بتعملي حاجات طبيعيه برضه، كل حاجه اكسسوارز واسنشلز ولبس. لبس واكسسوارات ليها علاقه بالاطفال. طبيعيه اكتر. طبيعية يعني ده خشب مش مطلي، مش عشان لو خام، عشان لو الطفل حاطه في بقه. ما هي كل حاجه بتروح في البق في السن ده. انت بقالك قد ايه في رو ده؟ 3 سنين. انت شاطره. ميرسي والله. ثانك يو. لا لا انا يعني شكرا. لا برافو. طب اتكلميني كده عن البتاع بتاعت التيتينا دي، انت ده لون واحد ولا لا عشان الاوت عشان لا هي موجوده طول الوقت. شكرا يا فندم، ربنا يخليهم لك والله يعني. اللهم بارك يعني، اللهم بارك. امال. ايوه. ازيك يا اموله؟ الحمد لله. ازيك يا رب؟ يا الحمد لله يا روحي. امال شفنا ال ال اللبس بتاع الاطفال بتاع رو. عندنا بنت ولا ولد؟ لا بنت. ربنا يخلي لك. عندها قد ايه؟ 4 سنين. يا نوني. طيب مبروك علينا، 5 هديه من روم. خليكي معايا روحي، ياخدوا بياناتك في كنترول كده، فاضل هديه واحده وقسيمه واحده. الست قسايم بنديهم لفرح، بناخد بدلهم قطعه. طيب لو في امهات دلوقتي بتتفرج علينا، مش امهات، حوامل وبيعملوا شنطه بيبي جايه، ايه اكتر الحاجات المهمه اللي لازم تشتريها؟ يعني لو هي حاطه ميزانيه معينه صغيره مش كبيره، ايه الاساسيات اللي لازم تكون في شنطه البيبي؟ الفانيلات والسالوبتات الصيفي زي الصيفي دول دوعك. كل الحاجات دي، الكوفرتات بنعمل كوفرتات برضو بس ما كانش ينفع يطلعوا بيهم. احنا معانا صور ولا ما عندناش صور؟ في صور؟ طب ممكن نحطها كده سريعا نشوف. لان الحاجات القطن دي بتتغير كتير قوي في الاول. الايه اللي بيتغير؟ الحاجات القطن بتتغير كتير. انا نسيت اصلا لما خلصت. زمان بيتغيروا كتير قوي في الاول، ف بيحتاجوا منهم. طب تعالي نحط صور وناخد وفاء. يا وفاء. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فوفا. ليك يا رضوى، وحشاني وبحبك جدا. انا بموت فيك وقت العالم قد كده اهو. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ليه؟ كنت عايزه من حضرتك خدمه. اتفضلي. عايزه حضرتك تتصلي بيا معلش. حاضر. طب انت عايزه الهديه بتاعت رو ولا مش عايزاها؟ لا عايزاها طبعا. طيب خلاص هكلمك. انا بكلمكم من تليفونات ارضي يا جماعه، ما حدش بيرد عليا، فانا بتكلم من تليفون ارضي، مش من موبايل، مش من محمول. خلاص انتوا خدتوها تاني ولا ايه؟ ده اللي فرح بتقول عليه هو موجود معانا على الشاشه دلوقتي. في منهم ساده ومنهم مطبوع. بس دي الحاجات اللي بتتبدل كتير في الاول يعني. فين يا جماعه بقيت الصور؟ انتوا ليه علقتوا على ده؟ اوكي. ده منه اللون التاني اللي احنا عرضناه دلوقتي بالظبط. خطاء فرح هم زي ما بيقولوا بالانجليزي تو ذا بوينت يعني. ما انا غلسه قوي في يعني المصنعين بيكرهوني بس لازم حاجه تطلع. لا بقعد احنتف في حاجات مش بيصدقوا ان حد بيشوف قوي كده حاجات تفاصيل قصدي. في التقفيل. خدنا وقت كتير قوي عشان نبقى مع حد بيطلع قماش كويس بيقفل كويس. كل موديل او كل
يعني كل تصميم من دول بتنفذي منه كم قطعة؟ حسب ما القماشي طلع ما يعني هو ده دي الاكسسوارات اللي بتتكلمي عليها. عندنا خشب الشماعه والشخشيخه وبتاعه التتين. حلوه حلاوه. ثانك يو. برافو عليكي. ميرسي. ده اللي احنا برضو شفناه ده. طب وفريدي انا دلوقتي كلمت رو قلت لهم حلو قوي التصميم عجبني بس عايزه لون تاني. لا يعني. مش بينفع عشان بنصنع كميات مش بالحته يعني احنا بنصنع القماش من ساعه ما يبقى خام. وهي دي دي الكوفرت بتاعت البيبي. دي السيفي. ها خامه ايه؟ قطن 100% 100% انترلوك. صناعه مصريه 100% كله صناعه مصريه 100%. شاطر. انت نورتينا النهارده. ثانك يو ميرسي وجزيل الشكر ليكي. ان شاء الله يعني لو ربنا ادانا عمره واحنا كنا لسه عايشين ان شاء الله تكوني انت عملتي في الشتاء تصميمات بقى شتويه اكيد ونجيب برضو الحاجات الحلوه دي السايز الصغير ده ونعمل بيها بقى ايه كده ونكسر بيها الدنيا ان شاء الله. انت نورتي النهارده وميرسي على الهدايا الحلوه للستات الحلوين. كملي يا فرح. ميرسي. وميرسي قوي انه اول مره تخلي السن ده يدخل عندي. ميرسي. هو لذيذ قوي. قوي. وطبعا ميرسي رو على الهدايا. ثانك يو ليكم. مشاهداتي العزيزات وبراتي حبيبات كان معانا دلوقتي فاشن شو لفرح مصممه ملابس للاطفال واصغر اطفال قدرنا ندخلهم بلاتو هي وبس 3 شهور. فاصل قصير جدا ونرجع ليكم من هي وبس.